أحبتنا في كل مكان، أرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكرة أهداف. من خلال هذا البرنامج نسلط الضوء حول العديد من الأهداف على المستوى المحلي، على المستوى الخليجي، على المستوى العربي. دائما ندون هذه الأهداف التي تبقى عالقة في الذهن، نتذكرها بين الحين والآخر، نتذكر ذكرياتها، حضورها، جماهيرها، وشفناها. بعد الفاصل لنا حديث. في 3/11/2019 لعب عمان ومنتخب الكويت. طبعا منتخب الكويت كان فايز على منتخب السعودية، وكانت قصة طويلة عريضة، ربما كان أيضا نفخ الإعلام في تلك المرحلة لهم أثر سلبي على الفريق. والمنتخب العماني كان فريقا مميزا كما تعرفون، الكرة العمانية فريق يعني ضمن مجموعة من اللاعبين المميزين. وكانت المباراة كما أسلفت أمام المنتخب، منتخب الكويت وعمان، وكانت النتيجة كما تشاهدونها في الأهداف بعد الفاصل. منح هذه المقابلة وفي هذا اللقاء وضربة جزاء، ضربة جزاء لصالح المنتخب العماني، لصالح المنتخب العماني في هذه المباراة بعد عرقلة مشاري غنام، واللي يأتي من خلال الحكم الخميس خميس المري في أيضا احتساب ضربة جزاء ل هذه الفرصة على مشاري غنام. إذن الصعوبات تأتي في الدقيقة 15، الربع ساعة الأول والربع ساعة الأولى والأول اللي يأتي من خلال هذه المقابلة حميد القلاف، حميد القلاف حارس المرمى، هل ستكون له كلمة بحول الله تعالى؟ سوف تكون عبد العزيز المقبالي، من النوادر أن يضيع عبد العزيز المقبالي، لاعب نادي السيب، لاعب خبرة مع حميد القلاف. يلا يا حميد، دعوات أهل الكويت لحميد القلاف، أتمنى وهكذا نتمنى في التصدي في مثل هذه الكرات. حميد القلاف، عبد العزيز المقبالي، المقبالي الآن على تنفيذ ضربة الجزاء. يا هي أعصاب المقبالي وحميد، والهدف الأول، الهدف الأول يأتي لصالح المنتخب العماني لعبد العزيز المقبالي، هدف من ضربة جزاء جاءت واحتسبت من قبل الحكم القطري خميس المري. هل ستكون الأمور، هل هي ضربة جزاء؟ أعتقد الأمور لربما نتركها للحكام ولأيضا يعني أيضا المحللين والخبراء في هذا الشأن للحكام الدوليين، ولكن الأمور لربما يعني تأتي لصالح المنتخب العماني بشكل كبير، نتيجة غير متوقعة حقيقة. عبد العزيز المقبالي، هل هناك فيها شيء؟ ولكن بالتالي احتسبت ضربة جزاء لصالح المنتخب العماني. كما ذكرت يعني المقبالي الآن، عبد العزيز المقبالي هل يسجل هدف الثاني ويعقد من المهمة القادمة والمرحلة القادمة؟ المقبالي، عبد العزيز المقبالي يتقدم الآن، هل ستكون له كلمة ثانية؟ يسجل، يسجل عبد العزيز المقبالي. حميد القلاف، ويا حميد، حميد وضعها لك بنفس الزاوية، بنفس الزاوية. تحتاج، تحتاج لأمور إلى ذكاء يا حميد، وضع بنفس الزاوية، بنفس الهدف الأول. حميد القلاف لابد أن تكون يعني أكثر تركيزا، ولكن الأمور تختلف بهذه الوضعية. أي نعم، حققت الفوز في الجولة الأولى على المنتخب السعودي، ولكن لم يكن هناك نهاية لذلك المشوار، لم تكن لقاء السعودية في الجولة الأولى هي نهاية الأمور، هي نهاية المشوار، بل لم يبدأ المشوار إلى الآن. هنا في وسط الميدان محاولة، اي نعم، شبيب الخالدي، يا سلام، محاولة باتجاه المرمى، يلا يا شبيب، المتابعة ليوسف، يوسف الآن متابعة إلى الأمام، يوسف الآن تسديدة، جول
جول جول جول جول جول. الله يا أخي اخسر اخسر، لكن لا تخسر بهذه السهولة، بهذه السهولة لا تخسر. أنت الأجدر، أنت الحق، أنت التاريخ، أنت الإرث. هكذا يعود الأزرق إلى تقليص الفارق، ولكن لاحظ المشوار. يا سلام يا سلام على شبيب الخالدي، إلى استمرارية من يوسف ناصر. صدقوني أن لديكم إمكانيات عالية لولا الهدفين اللي جاءوا في الشوط الأول بقرارات وبقرارات أعتقد أن تكون يعني أكثر أكثر أكثر. لا زال الحديث عن دورة كأس الخليج 24، البحرين والسعودية، مباريات ساخنة سنوات طويلة من دورة كأس الخليج الأولى وحتى الآن. البحرين والسعودية مباريات كبيرة، نعم التفوق دائما يكون للفريق السعودي، ولكن أيضا كان الفريق البحريني ليس بفريقا بسهل. دعونا نتوقف أمام تلك المباراة في خليج 24 التي ندون تاريخها، ثم نعود معكم من جديد. الأخوة والمحبة، النسب، كل شيء موجود في أبناء الخليج. ربي يحفظهم وربي يوحدهم وربي يستر عليهم في إيد واحدة إن شاء الله خليجية كما هي دورة الخليج اللي تجمعهم جميعا. خطيرة المنتخب السعودي، ويشوت عبد الله الحمدان، عبد الله الحمدان يسجل، عبد الله الحمدان يسجل أول الأهداف للمنتخب السعودي. نعم عبد الله الحمدان في الدقيقة 29، الدقيقة بشمالها قوية قوية وفرحة سعودية أيضا، من حقه يفرح من حقه يفرح. شوف 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 الحمدان لما جرى التسليم ولف واخذ صح، يا ولد يا ولد يا ولد، على الثقة بالنفس وعلى غوص ال 18 على طول حطها بيسارة داخل المرمى، هدف أول للمنتخب السعودي الأفضل الأفضل في هذا الشوط. فرحة نعم، والعابد يهنيه، والتمريرة اللي كانت حلوة. المنتخب السعودي راح يلعبها، نواف العابد، نواف العابد راح يلعب الركنية، ركنية الآن يعني 13 دقيقة شوط ثاني. الله جول، غلب الدفاع محمد محمد خبراني، محمد اللي راح عليه هدف في الشوط الأول بداعي التسلل، لا قال خلاص أنا مصر إني أسجل هدف لمنتخب بلادي، ويسجل محمد خبراني الحقيقة هدف ثاني حلو بالرأس من الركنية. وهذه دائما شغلات المدافعين، شوف لما يقول من الخلف وفاضي أبدا، رغم أنك 3-6-7 مدافعين من المنتخب البحريني، لكن اللاعب اللي أخذ المكان الصح، شوف شوف تمركزهم خطأ في الدفاع، ودفاع المنتخب السعودي المتقدم محمد خبراني يسجل في الدقيقة 13، خلينا نقول في الدقيقة 13. حبيتنا في كل مكان، وصلنا معاكم نهاية برنامجنا الكرة هدافة، إن شاء الله استمتعتوا في حلقة اليوم في الأهداف، وإن شاء الله باكر أيضا خاشين لكم إن شاء الله قوال حلوة. فالكم طيب اليوم ودوم، نشوفكم على خير، مع السلامة.